ضعت بالكهف، قرأت الشهادتين. يمكن تقولون ليش قاعد نص الكهف؟ على غفلة تمشي مو طبيعي. أنا رايح إلى، تابعوا الفيديو وإن شاء الله راح تشوفون الاستكشافات في دولة بليز. الحمد لله والشكر وصلت. دخولي 15 دولار. أول ما تدخل أكو مثل متحف صغير، بس هنا راح نروح نشوف هذا المكان. أكو مكان قاعد هنا إذا أحد يحب، وهنا عندك الخريطة والمكان. بديت هسه هذا الطريق، هذه أول مجموعة. تلاحظون شلون الآثار مغطية تحت خضار الزرع والأشجار؟ هسه تخيلوا مئات السنين، أكيد كل هاي الآثار تختفي تحت الأشجار العملاقة وما تنشاف من الفضاء. على هالاساس الاثار مستحيل اكتشافها بدون اجهزه خاصه. شوف هاي النمل شلون باني بينت نفسه معون. هاي لازم واحد ينتبه ما يدوس على هذه البيوت مال النمل، ولا النمل يطب بكل مكان بجسم. هذا المجمع الاول، شوفوا الاهرام مال مايا شلون على غفله ظهرت، بس حتى تشوفون الاشجار فوق، شوفوا هاي الاثار، مكان فارغ. برايكم اقدر اصعد؟ للصعود. هاي البنايه من صفحه صعدت الثانيه، شوف هاي مثل غرف عبالك، شوفوا المنظر. اكو هناك باب، خليني ادخل. يجوز الكفت كنز، هذا عبالي قبر. خلينا نشوف، ماكو شيء. هاي راح اصل الى قمه الاهرام، شوف المنظر. صراحة السياقة والتعب يسوى هاي المنظر وهاي الآثار، هذا التاريخ مئات السنين هيك تحسه مدفون كان. برايكم شقد اكو آثار بالعراق لحد الآن ما مكتشفيها؟ تعبت وجعت، هسه صار وقت الأكل. راح أتريق هسه هنا الساعة تقريبا 9 وشوية، وبعدين راح أكمل فرماتي في هذه الأهرامات المايا الجميلة. هذه هنا مسرح، شنو هالمسرح؟ هنا بذاك الوقت هم كان عندهم ألعاب، كانوا هنا ناس تقعد ملاكمين واللاعبين هنا بالنص، ما صار هاي الشجاجات موجودة بذاك الوقت. هذا المجمع اللي هسه شفناه يسموه مجمع بي، نستكشف الأماكن هنا بمفردنا مع هذه الغابات وصوت الكائنات العجيبة. هسه وصلنا إلى مجمع آخر، هذا المجمع الآخر هنا. على غفلة تمشي يجي قدامك هاي بناية، فشوفوا الأشجار كلها المقطعيها حتى يطلعوهن. الدرج ما تمنانا صعدت فوق. هذه هنا عبالك بيوت مال استراحة، عبالك هنا غرف نوم. هاي هنا اماكن مال نوم. بريكم اذا اصعد فوق قاعد تكسر؟ لا والله قوية، حتى لو ما راح اصعد، سالفة تعبانة. شو تقولون، اصعد لو ما اصعد؟ اصعد لو ما اصعد؟ ما راح اصعد، ماكو منظر حلو من فوق حتى اصعد. شوفوا الشجرة اللي لقيتها، هذا كان خزان المي مالتهم، بس شوفوا ايش صاير بي، كل زرع. احلى شيء تمشي باماكن من قبل مئات السنين، الناس كانوا جدا بدائيين، صح البناء مالتهم عظيم، بس ماكو ابداع بيه، ماكو علم. عاشوا فتره زمنيه طويله جدا في امريكا اللاتينيه، من امريكا الجنوبيه الى امريكا الوسطى، ولحد الان اكو قبائل المايا موجوده. سويت سبسكرايب؟ هذا كله نمل دي يشتغل. هواي سالتوني على الفيزا لدوله بليز. بصراحه ما انصح تحاولون تاخذون فيزا لهاي الدوله، لان الموضوع معقد لعدم وجود السفاره والترانزيت اللي يابا من دولة أوروبية أو أمريكا وكندا، وأيضا سعر الفيزا اللي 200 دولار إضافة إلى تكلفة البريد. برأيي الشخصي الأفضل تحصلون فيزا معددة إلى شنغن، واللي تسمح للسفر إلى دولة بليز بدون فيزا. إضافة إلى فيزا شنغن، اللي عنده إقامة أو فيزا إلى كندا وأمريكا تسمح لدولة بليز للسفر إلها بدون فيزا. نص الغابة، هذا يعطيكم فكرة جدا زينة إنه شلون دني بالغطايات. هاي ما منظفين الأشجار. راح أشوفكم شغلتين. الشغلة الأولى، شوفوا هذا سماحة النمل مسوين نفسهم مجمع رئاسي. أبالك والله قصر. هاي شجرتين احتمال ما مبين شكبر الوحدة. خلصت بهذا المكان الجميل، شفت البنايات مال مايا، هذا اكبر مكان اثري للمايا في بليز. بعد اكو مكان واحد صار بقوة ماله، يبعد منا تقريبا 3 ساعات، بس احنا راح اطلع. جيت المكان يخوف، وهسه راح امشي الكهف الثاني، بس سمعوا الاصوات. المايا كانوا يستخدم هذا الطريق للصيد. المهم هذا الكهف الثاني، حياته هذا اكبر من ذاك عبالك. اوكي راح انزل جوا هسه، انتبه ترى من تدخل بالكهف ماكو جي بي اس بعد ما يشتغل، فاذا تيهت ها هي لك الله. طبعا لازم انتبه كل شويه راح ازحلك. لحد الان ماكو خفاش هنا، أنا تكمله الكهف منه. سبحان الله الكهوف ملايين السنين تبقى هيك محافظه على نفسها، بس هذا ما اعتقد عمره شوي الكهف، لان تشوفون هاي فوق مالته مو كلش طوال، السقف من يصير جدا طويل، هذا يدل على عمر الطويل مال الكهف. هاي الخفافيش كلها هناك يا بو، اسفين اسفين خفافيش الاعزاء. شوفوا هنا المكان جنن. اوه هلا خفاش، احلى شيء ماكو احد. استمر من هنا
ما اعتقد اقدر اطلب منه بعد مكان شعبك يصير قصيف. خلي اشوف. لا والله اقدر. واو نظام الكهف سبحان الله. شوفوا يستمع. ما اعتقد اقدر اعبر. يلا هسه راح ارجع نفس المكان اللي جيت منه وان شاء الله ما تيه. يمكن من هنا ان شاء الله من هنا. هاي العلامة. لا أنا جفنا. يمكن تقولون ليش قاعد نص الكهف؟ خليني اسولف لكم ايش صار بالكهف. دخلت ثلاث كهوف. الكهف الثاني اللي كان بيه اكثر التفاصيل. المهم هسه تشوفون الفيديو فاني بعدني حي ونيوزا. ضعت بالكهف، بقيت بمتاهه، افتر دائما داعي نفسي، حتى وصلت لفد نهر. قلت يلا خل امشي بالنهر، اكيد هذا النهر راح يوصلني للمكان اللي اريده. يمكن ساعه ونص. الغلطه سويتها اني لانه انا دخلت داخل الكهف، ما جبت بطاريه زايده وياي، وما جبت وياي مي ولا اكل ولا كل شيء. بقيت مثل دوامه داعم داعي نفسي افتر. ايست بصراحه، قلت ها هي. طلبت نجده، طلبت مساعده، ماكو اي احد. طفيت الضوء، شفتوه بالفيديو، قريت الشهادتين، قلت ها هي. تذكرت امي واهلي. كان عندي امل وحيد يشوفون سيارتي بالليل ويجون. حتى شفت نهر، قلت خل انزل ام شويه النهر، اكيد ان هذا راح يطلعني. بالقوة نزلت للنهر انه بيوصل مكان مسدود ما اقدر اطبيه. بقيت هيك افتر داعم داعي نفسي، ما بالاخير لقيت فد هيك فد امل صغير خفافيش هم نجاني. شفتهم من فوق، قلت هذي نفس الخفاف بس مش تعرف شلون راح انزل للهن، لان ماكو اني ما يعني مصعدت كلش بسهوله. فعلمتها ما توقعت ان هذا نفس المكان كان. ونزلت وبعدين لقيت الباب، صليت صلاة الشكر بداخل الكهف. وهسه مستمع في مغامرة اخرى. مكانكم خالي. هاي الشلال، شوفوا المنظر هنا. هذا الشلال. الظاهر هذا المكان كامب جراوند، مكان مال تخييم. شوفوا ناس ذكية هاجل. هذا منظر النهر من فوق. طبعا ما اعرف الناس شلون تنام هنا في هاي الهوسة. نقول لك هذا مدرج مال طيران. وين الطيارة؟ وين المطار؟ ما حد يدري. شفت هواي من هاي البيوت مهجورة هنا، فحبيت اوقف يوم واحد منهن. شنو كان هذا المكان؟ بتواليت من بحمامات، جوز هذا كان مطعم أو كافي. ليش ما تجون هنا تفهموا مو تقعدون بيه؟